ازيكم يا بنات، اهلا بيكم تاني في القناة. النهاردة هبدأ مجموعة فيديوهات عن حاجات اساسية في الميك اب بعملها كل مرة بنفس الطريقة. فقررت ان انا اعملها فيديوهات ثابتة على القناة، بحيث انه اي ميك اب لوك بعد كده هعمله هيكون مختصر على طول على الفكرة بتاعة الفيديو، يعني ازاي بعمل فاونديشن، ازاي بعمل حواجبي، ازاي بعمل كونسيلر يكون ما يخططش تحت عيني، ازاي بعمل الكونتور، ولو في اي حاجة تانية او الروتين اتغير هجدد الفيديو كل فترة. النهاردة الفيديو هيكون عن طريقتي ازاي بحط الفاونديشن، فلو عايزين تعرفوا ازاي كملوا الفيديو للاخر، ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك، وطبعا متنسوش تعملوا سبسكرايب. يلا بينا نبدأ. اول حاجة بعملها ان انا بنظف وشي كويس، ممكن بغسول او بميك اب وايبس. وتاني حاجة بعملها ان انا برطب وشي، مش دايما بستخدم مرطب جونسون ده، بس هو ده اللي حاليا عندي فعلشان كده استخدمته، بس كل فترة بحب اغير المرطب. مرطب جونسون ممكن يكون تقيل شوية، فباخد كمية منه قليلة جدا وبدفيها بين ايديا علشان البرودكت يسيح، وبعدين ببدأ احطه بالراحة على وشي من غير ما امسح جامد. تالت حاجة بعملها وهي خطوة أساسية عندي، إن أنا برطب شفايفي بمرطب شفايف. استخدمت هنا مرطب هيمالايا، هو مش أحسن مرطب استخدمته، يعني لابيلو الكلاسيك حبيته أكتر بس شغال. أول حاجة في الفاونديشن بعملها إن أنا بحط الكوركتر على المناطق الغامقة اللي عندي اللي انتوا شايفينها. بستخدم كوركتر LA Girl الأورنج، وبحط طبقة خفيفة على المناطق الغامقة. طبعا انا ما حطيتش برايمر عشان انا ما بحطوش كل يوم اصلا، فانا بحطه بس في الايام اللي ببقى عايزه فيها الفاونديشن يبقى ثابت اكتر، اللي هي بتبقى في المناسبات، انما ما برهقش بشرتي كل يوم بان انا احط لها برايمر. كفايه الفاونديشن والكوركتور والكونسيلر. نفس الخطوه بتاعت الكوركتور، هستخدم اللون الاخضر، هحطه عندي حبايه. لما بيكون في ايام فيها حبايه حمراء او اي لون احمر في الوش بتحطي عليه اللون الاخضر، وهدمج الكوركتور بسفنجة ريل تكنيك طبعا مبلولة ومعصورة كويس. وبعدين ما بكون عايزة كفر حلو بستخدم الكونسيلر فوق الحتت اللي فيها كوركتور. برضو بستخدم كونسيلر LA Girl، رقمي او الاسم بتاع اللون اللي انا بستخدمه بورسلين. هكتب لكم كل الحاجات اللي بستخدمها تحت في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف. بحط الكونسيلر على الكوركتور الاماكن اللي انا حطيت فيها كوركتور، وهرجع ادمج تاني بالسفنجة. دلوقتي هحط الفانديشن، هخلط الميل لاستنج فينش ولانكوم تنت ميركل. هيبقى الكمية الاكبر هي اللي هتكون ريمال، وهيكون عليها كمية بسيطة اللانكوم. الفكرة في ان الريمال الاندرتون بتاعه اصفر، واللانكوم الاندرتون بتاعه بينك، وانا اصلا الاندرتون بتاعي بينك زي ما انتم شايفين، بس بحب اعمل بدخل الاصفر لما بكون حاطه الكوركتور الاورنج علشان يطفي شويه حده الحمار اللي بيديها. الاول بوزعه بصباعي وبحط على الاماكن اللي فيها الكوركتور والكونسيلر، وبسيبهم اخر حاجه بدمجهم علشان اللي يثبت او ينشف اكتر حاجه على المناطق دي، وبرجع تاني بالسفنجه بدمجها. دلوقتي هثبت الفاونديشن بان انا احط لوس باودر على وشي كله. هستخدم اسانس 50s girls reloaded، هي بودرة شفافة. البودرة دي يا بنات رائعة تحفة، وخصوصا اللي بشرتهم دهنية بتخلي الوش مات ما فيهوش ولا حتة بتلمع، يعني بحب اللمعة بس حبتها. هي بتيجي معاها سفنجة، بس انا بحب لو هحط على وشي كله احطها بالفرشة. وبكده اكون خلصت الفاونديشن. هيكون في تكملة للمجموعة الفيديوهات ديت، هيكون في ازاي عملت كونتور في اللوك دوت، ازاي عملت الكونسيلر، وازاي عملت حواجبي. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفتحوا النوتيفيكيشنز عشان يجيلكم كل جديد من القناة، ومتنسوش تعملوا شير مع اصحابكم. ولو عندكم اي كومنت او اي فيديو عايزين نعمله سيبوه لي تحت في الكومنتس، ومتنسوش تعملوا لنا فولو على التويتر وانستغرام وفيسبوك، واشوفكوا في الفيديو الجاي. باي باي.